أهلا بكم أحبائي طلاب. طبعا هاي المحاضرة مشتركة، تخص المرحلة الثالثة والمرحلة الخامسة. الموضوع هو Trying and Cementation of Fixed Restoration. المرحلة السريرية الثانية اللي ترجع بها الريستوريشن او يرجع البريدج الى العيادة، يمر بها الريستوريشن بخطوات من اجل فحص بعض المواصفات المعينة في الريستوريشن من اجل تثبيتها ومن اجل نجاحها. فطبعا بعد ما تنصب هذه الريستوريشن، اذا سواء كانت كراون او بريدج، بالخطوات المختبرية ويسوي لها كاستنج التكنيشن، تتحول الى معدن، ترجع للعيادة حتى أول شيء طبعا تنظف وتسوي لها التكنيشن بولشينج وفينيشينج، وتتنظف ونسوي لها ديس انفكشن، نعقمها حتى نشيك عدة أمور. أول شيء لازم يتشيك السطح الداخلي مالتها الانترنال سيرفيس، لأن وجود أي نتوء نوديول أو فقاعات اير بابلز irregularities في داخل السطح الداخلي للريستوريشن راح يمنعها من الثبات ويمنعها من الانسيرشن بشكل صحيح على البريبير توث. إذا كانت السطح الداخلي مالتها جيد، راح نجي نتبع سلسلة في فحص هذه الريستوريشن، وهذه الخطوات لازم تكون بالتسلسل مو بشكل عشوائي. أول شيء لما ندخل الريستوريشن في على الأباتمنت، لازم أول شيء تكون العلاقة مع الأدجيسنت تيث، لأنه إذا كان يعني ما يسمى بالبروكسيمال كونتاكت، إذا كان عندي مثلا تايتنس ضيق في إدخال الريستوريشن وضغط على الأدجيسنت تيث، هذا راح يمنع الريستوريشن أنه توصل إلى الأوبتيموم أدابتيشن تو فينيش لاين، يعني ما تتطابق عندي المارجنز مالتها، النهايات الريستوريشن مع البريباريشن ما تتطابق بشكل جيد. ف إذا كانت عندي هاي التايتنس موجودة، ممكن أنه ممكن تخفف باستخدام قطع معين من خلال قطع المعدن باستخدام انجن وبيارات خاصة، وأن نوصل إلى نخفف هذا الكونتاكت ويا الأدجيسنت توث. بعد ما كان البروكسيمال كونتاكت جيد مثلا ونزلت الريستوريشن على البروهير توث، نشيك المارجنز مالتها، لازم تكون المارجنز اكو بيها ادابتيشن كلش قوي، تطابق بين الريستوريشن وبين التوث سيرفيس. اي اوبن مارجن بالمستقبل ممكن تسوي لي، طبعا الاوبن مارجن فشي خطر بتثبيت الريستوريشن، لانه اول شيء تسوي لي سنسيتيفيتي، ثاني شيء يصير عندي فود ستاجنيشن، وهذا الفود ستاجنيشن راح يتحول الى كيريز بالمارجن، ثالث شيء ممكن انه يدخل فلويد من هاي المارجن، اذا دخل فلويد راح يذوب لي اللوتينج ايجنت، اذا ذاب اللوتينج ايجنت هم تصير سنسيتيفيتي وهم يصير عندي سكندري كيريز مخفي على البريبير توث.
فممكن انه يعني يأثر لي ويضر لي الـ abutment tooth بشكل كبير اذا كانت عندي فد open margin. فالمارجنال انتجريتي كلش مهمة، والمارجنال ادابتيشن اذا كان عندي اي ضعف ممكن انه اما نعيد الريستوريشن او نحاول نطابقها بشكل احسن حتى تكون عندي فد فت مارجن. بعد ما قعد الريستوريشن على المارجن لازم نشيك الاستيبلتي، يعني ما يصير انه الريستوريشن اكو تكون اكو بيها روكينج واكو بيها انستيبلتي او مثلا موبيلتي للريستوريشن. اذا كانت قاعدة بشكل جيد نشيك الاكلوجن مع المقابل، خلي البيشنت يطبق ونشيك الاكلوجن اذا كان عندي مثلا هاي سبوت او بريماتشور كونتاكت ويا الاوبوزنج تيث، هذا الشيء لازم يخفف ويقطع من المعدن حتى يكون عندي نضبط الاكلوجن. الاكلوجن يتشيك باستخدام الارتكوليتنج بيبرز مع الاوبوزنج تيث. اكو خطوات تخص مثلا الانتيريور ريستوريشن اللي مصنعه من السيراميك، اذا كانت توث كلرد ماتيريال فهذه اكو بيها خطوات اضافيه اللي هي شلون مثلا نطابق الاستاتيك مالتها وشلون نسوي لها نعتني باللون مالتها بالكاركترايزيشن يسموه اند جليزنج، نعطيها مواصفات تعطي شكل طبيعي ومظهر حسن للانتيريور تيث، وبعدين نرجعها لللاب حتى نسوي لها جليزنج، نضيف لها طبقة لماعة من السيراميك اللماع اللي يعطي شكل الانامل ناتشورال انامل. فالاستيبلتي مثل ما قلنا اي روكينج او انستيبلتي ممكن انه نحاول نعالجه، في حالة انه صعب العلاج ما نتردد في اعادة تصنيع الريستوريشن مرة اخرى في حالة وجود اي نقص في اي خطوة من هاي الخطوات الاكلوجين مع الاسنان المقابلة. في حالة نجاح الريستوريشن في هذه مرحلة الايفاليويشن ذيك الساعة تكون جاهزة لل سمنتيشن. السمنتيشن هي عملية الانسيرشن اوف ذا فيكست كراون اور بريدج، تثبيتها يكون على بريبير توث من خلال استخدام اللوتينج ايجنت. اللوتينج ايجنت هنا لازم يصير عندي اختيار معين لللوتينج ايجنت، نستعرض بهاي السلايدات القادمة مواد التثبيت السمنتيشن ماتيريال ومواصفات كل وحدة من عدها. سابقا كان يستخدم الزنك فوسفيت سمنت. الزنك فوسفيت سمنت مواصفاته الميكانيكية جيدة ومقبولة، السيتنج تايم مالته والوركينج تايم مقبول، لكن الديس ادفانتج كبير اللي موجود بالزنك فوسفيت سمنت هو الانيشيال اسيديتي. لذلك يكون كلش محذور من عنده لما يكون عندي البريباريشن اكو بي اوبن دنتينال تيوبولز ويكون كلوز تو ذا بالب، فيكون اكو بي فوسفوريك اسيد مثل ما قلنا وبي اسيديتي وارتيشن تو ذا بالب يسوي لك سنسيتيفيتي. حتى نتجنب هذه السنسيتيفيتي اكو كذلك فد اقتراحات بانه نخلي الكافيتي بارنش. الكافيتي بارنش هو عبارة عن مادة عازلة بسيطة رقيقة نخليها على الدنتانال تيوبولز بطبقتين حتى تغلق الدنتانال تيوبولز حتى الفوسفوريك اسيد اللي موجود بال زنك فوسفيت سمنت ما يدخل للدنتانال تيوبولز وما يسوي لي
بالبلر روتيشن. مشابه للزنك فوسفيت عندنا الزنك بوليكاربوكسيليت سمنت. الزنك بوليكاربوكسيليت سمنت يعتبر اقل الروتيشن للبلب بسبب انه بي اسيدتي هو كذلك، لكن الاسيد اللي راح ينخبط ويا الزنك اوكسايد هو البولي اكريليك اسيد. البولي اكريليك اسيد اكو بي لارج موليكيول، تكون حجم الجزيئة مالته كلش كبير بحيث ما يدخل بالدنتانال تيوبيوز، لذلك يعتبر يسموه اكو بي ريلاتيف بايو كومباتيبلتي، يعني اقل الريتيشن للبلب بسبب مثل ما قلنا انه لارج مولكيول او بولي اكريليك اسيد كانوت بنتريت تو دنتانال تيوبيول. فهذا شراح نقدر احنا نخليه مثلا عند الاطفال اللي يكون البريباريشن مالتهم البلب هورن عالي ويكون البلب كبير، فيكون ريكومندد مثلا ان تشيلدرن وذ لارج بلب تشامبر. المواصفات الميكانيكال بروبرتيز هم تعتبر جيده ومقبوله، والوركينج تايم يكون مقبول. الاحسن من الزنك فوسفيت سمنت والزنك بوليكاربوكسيليت سمنت، طبعا هذنيش انواع السمنت غالبا هي تكون اكو بيها خلينا نقول relatively soluble، يعني relative solubility، يعني ممكن تذوب اذا دخل لها اي سلايفة او فلويد، واذا كانت المارجن غير متطابقة بشكل جيد فانت تحسب حسابك مثلا خلال سنة هذا السمنت ماتيريال ذابت وبقت فراغات بين الريستوريشن والبريبير توث اللي ممكن تستغلها البكتيريا ويصير عندي سكندري كيريز. فتم الاتجاه قبل سنوات الى الجلاسيونومر سمنت. الجلاسيونومر سمنت الميكانيكال بروبرتيز مالته اقوى من الزنك فوسفيت والزنك بوليكاربوكسيليت سمنت، يعني ما يتكسر بسهولة، ما يذوب بسهولة، اكو بي ادهيجن للانامل والدنتين، مادة لاصقة تخليه يلتصق بالانامل والدنتين، اكو بي بايو كومباتيبلتي، الروتيشن يسوي قليل للبلب، اكو من عده جنريشنز تحرر الفلورايد اثناء السيتنج مالتها، فهذا طبعا مفيد يقوي الادجيسنت انامل ودنتين بالمناطق اللي يخلوه بيها. المادة بشكل عام اكو بيها ترانسلوسنسي، فيكون مثلا بالتركيبات الأمامية الشفافة المصنعة من البورسلاين ممكن استخدامه وما يأثر على اللون. مثل ما قلنا الميكانيكال بروبرتيز أقل خلينا نقول ذوبان، وممكن يتحمل التعرض إلى المويستشر، لكن أكو جنريشنز من عدة اللي هي رزن موديفايد جلاسيونومر ماتيريال تكون less susceptible to moisture، الذوب إذا تعرضت للبلل. وعندنا كذلك من ضمن تطورات الجلاسيونومر هو الرزن موديفايد، إضافة لمادة الرزن يقلل السنسيتيفيتي مالته، اوكي، و يقلل
قابلية الذوبان. اكو عندي هذا هو الرزن موديفايد جلاس ايونومر سمنت، يطي قوة اكثر، اضافة الرزن اله تطي قوة اكثر، ويطي كذلك هاير سترنث لو سوليبلتي، ذوبان اقل، اقل خلينا نقول تأثر بالذوبان وبالمويستشر. هذا طبعا من تطورات الجلاس ايونومر سمنت. اكو عندي نوع من انواع السمنت اللي يستخدم لل temporary restoration فقط، اللي هو الزنك اوكسايد ايجينول سمنت، واحيانا يقوي بالايثوكسي بنزويك اسيد اي بي اي موديفايد، يكون رينفورست زنك اوكسايد ايجينول. يكون طبعا زنك اوكسايد ايجينول مثل ما نعرف الايجينول بي يحتوي على الايجينول اللي هي مادة مخففة ومهدئة للعصب للبلب، فيستخدم هذا يفيدنا، لكن الميكانيكال بروبرتيز مالته ضعيفة يعني تكسر بسهولة، ما يخدمنا لفترات طويلة، لذلك هو يستخدم كتمبراري فور سيمنتيشن اوف تمبراري ريستوريشن. احنا مو قلنا مثلا اكو عندنا تمبراري كراون نغلف البريبير توث بتغليف مؤقت بين ما يكمل عندنا الريستوريشن، ف المادة اللي راح نستخدمها لتثبيت هذا التمبراري ريستوريشن هي الزنك اوكسايد ايجينول سمنت. اكو عندنا كذلك من ضمن المواد الحديثة للتثبيت هي الرزن لوتينج ايجنت ادهيزف رزن، هاي مصنعة من مادة لدائنية. الرزن ماتيريال تكون اكو بيها كل رزن ماتيريال وكل بوليمرايزيشن ماتيريال يكون اكو بيها خلينا نقول الدايمنشنال ستيبلتي مالتها تكون غير دقيقة، ممكن تتقلص بالحجم، اكو بيها بوليمرايزيشن شرينكج لما تتعرض للبوليمرايزيشن حتى تجمد. اكو عندي مثلا تحتوي على الكومبوزيت، اكو عندي مثلا تصنف اكو بيها الوان وشيدات معينة حتى ممكن احنا نستخدمها تحت الانتيريور ريستوريشن والاول سيراميك ريستوريشن، تكون حتى تعطي شفافيه او تعطي لون مثلا مشابه للانامول ودنتين، فتكون استاتيكلي مور اكسبتابل هذه الرزن لوتينج ايجنتس. طبعا مثل ما شفنا كل مادة هنا من مواد التثبيت اكو لها فوائدها ولها مضارها، فيبقى شنو المواصفات المطلوبة خلينا نقول ايديال لوتينج ايجنت، او نقدر نقول مثلا هنا النقاط اللي هي ريكوايرد لللوتينج ايجنت، لازم يكون عندي مثلا سفيشنت وركينج تايم يعطيني وقت للتثبيت مو سريع يكون الوركينج تايم مالته، يفيدني طبعا يقوي لي الريتنشن اذا كان هو اكو بي ادهيرنس للانامول ودنتين، واذا كان كذلك يكون اكو بي ادهيجن للسطح الداخلي للمعدن او للريستوريشن. لازم يلتصق بشكل جيد على يعني الأطراف، ويغلق يعطيني good seal يعني يغلق المارجن بشكل جيد حتى يمنع أي leakage تسرب للسوائل من المارجن. لازم يكون compatible biocompatible ما يؤذي البلب. adequate strength ميكانيكال بروبرتيز لازم ميكانيكيا يكون ناجح ويتحمل سترينث ما يتكسر بسهولة. لازم يعطيني لو فيلم ثيكنس، يعني شنو الفيلم ثيكنس؟ يعني ينضغط الى طبقات رقيقة، كل ما كان يعطيني طبقات ارق كل ما كان
تطابقه تحت الريستوريشن يكون أدق، وما راح يخلي فد طبقة فاصلة بين الريستوريشن وبين التوث سيرفس. Low viscosity and solubility، ما يذوب بسهولة. Good working and setting characteristics، any excess can be easily removed، كذلك الزيادة ممكن احنا نوخرها بسهولة. للأسف ماكو looting agent يحمل كل هاي المواصفات، لذلك يبقى الاختيار هو للدنتست شنو اللي يستخدمه اللي يخدم الريستوريشن مالته ونجاح الريستوريشن مالته، يكون تابع للبيشنت. هذه الجدول تلقى به مواصفات السمنتيشن ماتيريال للاطلاع، هنا السمنتيشن ماتيريالز واستخداماتها حسب نوع الريستوريشن، كذلك هذا الجدول تطلعون عليه. بالنسبة للطريقة بكل بساطة انه احنا لازم نسوي ايزوليشن للبريبير توث، نخلي كوتن رولز، نخلي سلايفا اجكتر، بعد ما نشيك طبعا الريستوريشن نخبط على شكل بروبورشنز على شكل كميات مقسمة، نخبط السمنت ماتيريال مع الفلويد، توصل لازم الى الستيكي ستيج كريمي ميكس. كريمي ميكس يعني خلينا نقول متوسط الفيسكوسيتي اللزوجة، ويوصل الى مرحلة الستيكينس. الستيكينس نفحصه لازم يقول لك لما مثلا احنا نسحب الاسباتشولا من سطح هذا الكريمي ميكس تبقى عندي خيط من السمنت ماتيريال ما بين الاسباتشولا وبين هذا الميكس، معناها صار في مرحلة لزجة تخليه كلش راح نخليه بداخل الريستوريشن، نخليه بالبطن بحيث ما تبقى عندي فقاعات ولا فراغات ما مشغولة بالسمنت ماتيريال، ونضغطها نثبتها على البريبير تيث الى ان تتطابق المارجنز مالتها. البيشنت لازم يعض على عصي خشبية او يعض على كوتن رول حتى يصير كومبليت ادابتيشن وانسيرشن اوف ذا ريستوريشن. دنتال فلوس لازم يتخلى بين الاسنان، يوخر لي الزايد مال سمنتيشن ماتيريال حتى ما يبقى انتر دنتال بالانتر دنتال اريا بتوين تيث. وبالنسبه للزيادات اللي موجوده على المارجن ممكن حتى بعد ما يصير ست ممكن احنا نكسرها بسهوله. هذا هو التكنيك للسمنتيشن، وبهذه طبعا تنتهي يعني المرحلة السريرية الأخيرة، وينتهي عمل الكراون فيكست كراون ريستوريشن. بعدها طبعا هم لازم نرجع نشيك الأكلوجن من جديد، أخاف أنه مثلا ما صار عندي أدابتيشن قوي، أو مثلا بقت عندي يعني التشيكينج اوف اكلوجن والاكلوزال ادجستمنت كلش مهم لكل بروستيزيس سواء كان ريموفابل او فيكست، لازم الاكلوجن و يعني نتجنب احنا الهاي سبوت مع الاوبوزنج تيث، لانه الهاي سبوت كلش اكو بيها تأثير ضار على البريدونتال ليجمنت اوف ذا بريبير توث وعلى الروت اوف ذا بريبير توث، وبالاضافة الى الاوبوزنج توث اللي يطابق وياه. ف يعني بهاي المراحل يكمل الانسيرشن اوف فيكست ريستوريشن. شكرا لكم وشكرا على اصغائكم، وأهلا وسهلا بالطلبة الأحباء.